السؤال الرابع، اكتب معادلة القطع الزائد الذي نحرقه ناقص 3.9 موسمي للشيخ. هو هالمرة مو مسمي له شيء خالص، حتى في الكتاب احرقاه ناقص 3.9 وناقص 3.1 واحدى ذراه ناقص 3.3. عيني رسم توضيحي، هالمعلومات تشيل هون بطن على مستوى الاحداثيات. رسمت المستوى الاحداثي، نعم لاحظ في عندك محرق شقد اكساته ناقص 3، هاي ناقص 3. شقد واياته 9، هذا محرق اكساته ناقص 3 واياته 9. نعم اذا اكساته ناقص 3 واياته 9، شايف هذا محرق. في عندك محرق ثاني اكساته ناقص 3 واياته 1، هذا هو المحرق. شوف هذا محرق وهذا محرق، ليك المحارق على ايش متوضعات؟ على المحور المحرقي، والمحارق على مستقيم شو راح يكون؟ شو اقوله؟ راح ال يوازي او واي، والمركز منتصف المسافه ما بين اف و فتحه. ال يوازي الاو واي، المركز خارج مبدا الاحداثيات، وال يوازي او واي معناته تحددت معي المعادلة y ناقص y صفر للتربيع على b مربع ناقص x ناقص x صفر للتربيع على a مربع يساوي الواحد، صح؟ علي إيجاد x صفر وال y صفر وال a وال b. شوف عينيه، في عندك ذروي إكساتها ناقص 3 وواياتها 3، هاي هي الذروي. أنت شايف هاي الذروي متوضعة هي والمحارق على مستقيم أفق إلا على الشاقولة، طبعا متوضعة على الشاقول. هاي الذروي على ايش متوضعة؟ متوضعة على الشاقول، معناته يا اما في يا اما بي فتحة. هاي الذروي اقرب لمين؟ اقرب للاف اللي اقرب للاف فتحة، واضح انك انت شايفها اقرب للاف فتحة، معناته هي بي فتحة. لو كانت من يم الاف كانت بي، ولكن هاي من يم الاف فتحة بل هيكون اسمها بي فتحة. نعم اذا معادلته بما انه المركز خارج مبدأ الاحداثيات واي يوازي او واي، الواي ناقص واي صفر للتربيع على بي مربع ناقص الاكس ناقص اكس صفر للتربيع على اي مربع يساوي الواحد. لتحديد المعادلة علي ايجاد الاكس صفر والواي صفر والاي والبي. نعم من المعلومات اعطيتها من المحرق اف، الرسم التوضيحي قال لي اف احداثياتها ناقص 3.9، نعم اف ناقص 3.9، واشو قانون الاف باعتبار الواي اكس صفر فاصل واي صفر زائد سي، طابق قبل الفاصل مع قبل الفاصل وبعد الفاصل مع بعد الفاصل، x صفر يساوي ناقص 3. الحكي صح ولا مو صح؟ و y صفر زائد c شقد 9، معادله بمجهولين، هاي اسمها المعادله واحد. من المحرقه الثانيه، المحرقه الثانيه يا طلاب f فتحه، الرسم التوضيحي قال لي f فتحه احداثياته ناقص 3.1، وقانون الاف فتحة لما ال يوازي او واي اف فتحة اكس صفر فاصل واي صفر ناقص سي، طابق ما بحاجة طابق اكس صفر، الواي صفر ناقص سي يساوي الواحد، هاي معادلة اثنين. الان بالحل المشترك لجملة المعادلتين واحد واثنين، بالحل المشترك لجملة المعادلتين واحد واثنين جمع وطرح. نعم واي صفر وواي صفر 2 واي صفر، هي راحت مع سي 9 و1 10، وعليه واي صفر يساوي 5. ها بروزها او ضمن برواز يعني مستطيل، عفوا بالطرح واي صفر ناقص واي صفر راحت، سي ناقص الناقص سي 2 سي، ها 9 ناقص 1 8، اطرح 2 من 1 يعني 1 ناقص 2، ومنه سي تساوي الفرع المقيد سي تساوي 4. انا هيك صار بجعبتي الاكس صفر والواي صفر والسي، لازم احسب الاي والبي. شو عندي هسه معلومات استفيد منها؟ في عندي الذروي، الرسم التوضيحي قال لي هاي الذروي اسمها بي فتحه، وهي احداثياتها ناقص 3.3، وبي فتحه قانونها اكس صفر فاصل واي صفر ناقص بي. انتبه علي يا طالب، خليك دقيق في اعطاء القوانين. في فتحة x صفر فاصل y صفر ناقص b بالمطابقة، يعني هذا يؤدي بالمطابقة،
واي صفر ناقص بي يساوي 3. نعم انا عندي قيمه واي صفر وعوض واي صفر، انا بعرف واي صفر يساوي 5، 5 ناقص بي يساوي 3 وعليه بي يساوي 2. نعم صار عندي الاكس صفر والواي صفر والسي والبي، تم علي حساب الايه، احسب اي من معادله الوسطاء. نعم معادله الوسطاء في القطوع دوما وابدا ثابته لا تتغير، في اكبر الوسطاء معادله وسطاء سي مربع يساوي اي مربع زائد بي مربع، السي هي 4 للتربيع 16، انا اريد الاي مربع عوضت البي 4 ما تمشي الجمع عمليه تبديل، 16 يساوي 4 زائد اي مربع وعليه اي مربع يساوي 16 ناقص 4 اللي هي 12، اي يساوي جذر 12. نعوض اكس 0 واي 0 اي بي في معادله القطع، اكس ناقص 5 للتربيع على 4 ناقص الواي ناقص عفوا اكس عفوا واي ناقص 5 للتربيع على 4 ناقص الاكس زائد 3 للتربيع على 12 يساوي الواحد. طلاب انا بحل اسئله امتحان، هاي اسئله امتحان، اسئله هامه، في حدا له سؤال؟ في حدا عنده مشكله بشيء؟ انتقل الى السؤال الخامس. لدينا معادلات عامه لقطوع الزائده، ايضا هذا سؤال امتحان. لدينا معادلات عامه لقطوع الزائده، في كل حاله عين المركز والمحارق والذروتين والذروتين المرافقتين والمقاربين لكل قطع ثم ارسمهم. اش الحاله الاولى، طبعا في عندي معادلتين، اش نقطتين 9 واي مربع زائد 54 واي ناقص اكس مربع زائد 6 اكس زائد 63 يساوي صفر. من الواضح ان هاي المعادله بالشكل العام اردها الى الشكل القياسي وذلك لاتمام الى مربع كامل. نعم بدي اتمم الوايات وبدي اتمم الاكسات والحد الحر حط لي الطرف الثاني، وانا اذا بدي اتمم الى مربع كامل لازم امثال الواي مربع وامثال اكس مربع ايش قد يكون؟ واحد. لذلك اول خطوه من الوايات، هذول حدين موايات، من الوايات اخرج، تبع علي ايش اقول؟ من الوايات هذه الحدين اخرج امثال واي مربع عامل مشترك. بيجي من الاكسات هذول الحدين بخرج امثال اكس مربع عامل مشترك. يلا في عندك 9 واي مربع زائد 54 واي، طلعت 9 عامل مشترك، فتحت قوس صف عندي واي مربع زائد 6 واي، سكر لي القوس، ناقص تعال لي على الاكسات اخرج لي الناقص عامل مشترك، ناقص فتحت قوس صف عندي اكس مربع الموجب على السالب سالب ناقص 6 اكس يساوي ناقص 63. اذا 9 بي الواي مربع زائد 6 واي ناقص اكس مربع ناقص 6 اكس يساوي ناقص 63 يساوي الدفع عند اخراج العامل المشترك. على الاشارات انا اخرجت الناقص 1 زائد 6 على ناقص 1 تبعوا علي جميعا يساوي ناقص 6. طبعا الاتمام بده يصير داخل القوس لان امثال واي مربع 1 وامثال اكس مربع يساوي 1، اجمع واطرح مربع نفس امثال واي، اجمع 9 واطرح 9، اجمع 9 واطرح 9 لان النص السدسي تاتي 9 بي واي مربع زائد 6 واي زائد 9 ناقص 9 ناقص فتحت قوس اكس مربع ناقص 6 اكس زائد 9 ناقص 9 يساوي ناقص 63. عيني اول ثلاثة متطابقة، هذول اول فتح حدود، الاول جذره، الثاني اشارته، الثالث جذره، هي واي زائد 3 للتربيع. ولا تنسى التسعة مضروبة بالقوس، لذلك التسعة بتنضرب بالمتطابقة، يعني بتنحط على يسار القوس 9 بي واي زائد 3 للتربيع. 9 بي واي زائد 3 للتربيع، عيني عندك هاي ناقص 9 لا تروح تتورط وتنزل لي اياها هيك بشكل مباشر، هاي الناقص 9 يا طلاب من خلال تجربتنا بالتصحيح اخطاء الطالب هون عم بتصير، ركزوا معي جميعا وانتبهوا علي. الناقص 9 مضروبه بالتسعه، التسعه
بناقص 9 يساوي ناقص 1 ثانية. الناقص 9 مرتبطة بهاي التسعة، مضروب كل القوس. أكمل كمان هذول الثلاثة متطابقة، الأول جذره، ثاني إشارته، ثالث جذره x ناقص 3، والكل التربيع مضروب بالناقص، يعني الناقص الحقيقة ناقص 1، وهاي الناقص 9 كمان مرتبطة بالناقص. ناقص 1 في ناقص 9، تقولي على الإشارات الله يرضى عليكم، ناقص 1 في ناقص 9 يساوي زائد 9 يساوي ناقص 63. كل شيء ثوابت، حطوا لي اياهم بالطرف الثاني، شكلوا لي اياهم مع بعض. عندك ناقص 81 زائد 9 يساوي ناقص 72، راحت على الطرف الثاني صارت زائد 72، زائد 72 ناقص 63 يساوي زائد 9. تصبح معي المعادله 9 بي واي زائد 3 والكل التربيع ناقص الاكس ناقص 3 والكل التربيع يساوي 9، وقسم على 9 مشان الطرف الايمن يصير معي 1، يصير معي واي زائد 3 والكل التربيع على 1، لان 7 راحت ناقص، شو بدي بالناقص، انا اقسم على مقدار موجب اكس ناقص 3 والكل التربيع على 9 لانه عندي بالضبط 1 يساوي 1. هذه المعادله من الشكل واي ناقص واي صفر للتربيع على ب مربع ناقص x ناقص x صفر للتربيع على اي مربع يساوي الواحد، وهي المعادله القياسيه لقطع زائد مركزه يا طلاب x صفر y صفر. لا تجي انت مستعجل تقول x صفر و y صفر، ليك x صفر عند الاكسات والواي صفر مع الوايات، تمام؟ لاحظ ثلاثي فاصل ناقص ثلاثي، مركزه او فتحه ثلاثي فاصل ناقص ثلاثي، ومحوره المحرقي ال عيني مين الموجب الوايات، معناته ال يوازي او واي لانه المركز برا المبدا، يكون المركز المبدا كان ال هو الاو واي شخصيا وسطاؤهم. لاحظ اي مربع قدر اي مربع هاي من تحت الاكسات 9، هذه الادي اي يساوي 3، ب مربع يساوي الواحد، ومنه ب يساوي الواحد. احسب س من معادله الوسطاء، س مربع يساوي اي مربع زائد ب مربع. لاحظ س اي مربع 3 للتربيع 9 زائد 1 يساوي 10، س يساوي جذر العشره. المحرقين لان ال يوازي او واي قد يكون ثابت المحارق على التراتيب، يعني F هي X0 فاصل Y0 زائد C، وعوض X0 هي 3 الY0 زائد C، لك عيني هاي Y0 وهاي C، يعني ناقص 3 زائد جذر العشرة. F فتحة X0 فاصل Y0 ناقص C، هذا يؤدي F فتحة X0 3 الY0 ناقص 3 ناقص جذر العشرة، ناقص 3 ناقص جذر العشرة. الذروتين مين هون؟ باعتبار ال يوازي او اكس معنى ال او واي، معناته الذروتين الشاقوليات بي التي يحدث فيها في اكس صفر فاصل واي صفر زائد بي، يعني بي 3 فاصل ناقص 2. من اين اجت؟ تعال نشوف اكس اكس صفر يهوين اكس صفر 3، بيجي الواي صفر زائد بي. انا ما حطيتهم عن عبث، حطيتهم مش عم يطالع الذره، الارقام والثوابت واضحه قدامي وضوح الشمس. ناقص 3 زائد 1 يساوي ناقص 2، ب فتحه x0 فاصل y0 ناقص ب، 3 فاصل ناقص 4 ليش؟ ناقص 3 ناقص 1 يساوي ناقص 4. المقاربين دوما يا طلاب الوسطاء ومعادلتي المقارب هذول ما بيتغيروا في القطع الزائد ايا كان يكون القطع. لاحظ دلتا واحد الواي ناقص واي صفر يساوي بي على اي في اكس ناقص اكس صفر، الواي ناقص الناقص ثلاثة يعني واي زائد ثلاثة يساوي ثلث بي اكس ناقص ثلاثة. دلتا واحد واي يساوي ثلث اكس، فوت الثلث على القوس بادخال ثلث على القوس، ثلث بناقص ثلاثة يعني ناقص واحد، واجت لعندها ثلاثة هو ناقص ثلاثة ناقص واحد ناقص ثلاثة ناقص أربعة. خليك دائما تكتب لي معادلة المقارب بشكل نموذجي أو بشكل عام. نعم
ولكن هذا الشكل دائما بينفعك أنت. دلتا 2 الواي ناقص واي صفر يساوي ناقص بي على اي دي اكس ناقص اكس صفر. لاحظ الواي زائد 3 يساوي ناقص ثلث بي اكس ناقص 2. دلتا 2 نقطتين واي يساوي ناقص ثلث اكس، انا ادخل الناقص ثلث على القوس، ناقص ثلث بناقص 3 زائد 1. واجت عندها الناقص 3 من الطرف الايسر زائد 1 ناقص 3 يساوي ناقص 2. تجي لارسم القطع، المركز اكساته 3 واياته ناقص 3، المركز 3 ناقص 3. عينت المركز، شوف يا طلاب، بجي بعين الذره، في عندي اي اكساتها 6 واياتها ناقص 3 صح. طبعا ما بنسى انه ال يوازي او واي، الاي فتحه اكساتها 0 جايز، واياتها ناقص 3 هاي الاي فتحه، نعم هدول الاي والاي فتحه. البي اكساتها 3 واياتها ناقص 2 هاي البي، اكساتها 3 واياتها ناقص 2 هاي النقطه بي، البي فتحه اكساتها 3 واياتها ناقص 4. رسمت المستطيل، رسمت القطرين، مددت القطرين. ال هو مين؟ هو او واي، معناته الذرة القطع هما البي والبي فتحة. من البي ارسم خط منحني يأخذ هذا المستقيم مقارب، كذلك الأمر هذا الخط يأخذ هذا المستقيم مقارب، هذا الخط يأخذ هذا المستقيم مقارب، وهذا الخط يأخذ هذا المستقيم مقارب، بذلك أحصل على فرعي القطع الزائد. نعم. اثنين الحالي الثاني، عشر نقطتين، 9 إكس مربع زائد 72 إكس ناقص 4 واي مربع ناقص 16 واي زائد 92 يساوي صفر. هذه المعادلة بالشكل العام أردها إلى شكل قياسي، وذلك بالإتمام إلى مربع كامل مثل ما شرحت انتوها بأدق التفاصيل بصراحة. نعم نفس الآلي تماما، لاحظ بدأت من مربع كامل إكسات بدأت من الوايات، خليكم معي جميعا، من هون طالع 9 من هذه الحدين، من هون طالع ناقص 4، 9 بي اكس مربع زائد 8 اكس 72 على 89، فكرت القوس ناقص 4 بي، فتحت قوس واي مربع، شوف حبيبي ناقص 16 على ناقص 4، ناقص 16 على ناقص 4 زائد 4 يربع لك من الإشارة، نعم سالب على سالب موجب زائد 4 واي، فكرت القوس يساوي ناقص 92، هلا اتمام داخل القوس 9 بي اكس مربع زائد 8 اكس زائد اسمع اطرح مربع نصف على اكس 82 4 للتالية 16 زائد 16 ناقص 16، ذكرت القوس ناقص 4 بي، الواي مربع زائد 4 واي زائد 4 ناقص 4 يساوي ناقص 92، 9 بي اكس زائد 4 للتالية هذول متطابقة، 9 بناقص 16 مثل ما شرحت توا يساوي ناقص 144، ناقص 4 بي هذول الثلاثة متطابقة، أول جذر وثاني شرطة جذر وزاد 2 كل التربيع، ناقص 4 بناقص 4 ناقص 4 بناقص 4 يساوي زائد يساوي ناقص 92، قيم الثلاثة جمع عليها مع بعض ناقص 144 وزائد 16 يساوي ناقص 128، 128 ناقص 128 انتقلت على الطرف الأيمن، 128 صار يعني موجب 128 ناقص 92 الرقم هو 36، عفوا المعادلة 9 بإكس زائد 4 للتربيع على 4 ناقص الواي زائد 2 للتربيع على 9 يساوي الواحد. هذه المعادلة من الشكل إكس ناقص إكس صفر للتربيع على أي مربع ناقص الواي ناقص واي صفر للتربيع على بي مربع يساوي الواحد، وهي المعادلة القياسية لقطع زائد مركزه أو فتحة، شوف إكس صفر واي صفر ناقص 4 فاصلة ناقص 2 ال يوازي أو إكس، نعم لأن الإكسات هي الموجبة، وصفاؤه أي مربع 4 أي يساوي 2 بمربع 9 بي يساوي 3
سي مربع يساوي اي مربع زائد بي مربع المحرقين، لانه ال يوازي او اكس ثابت المحارق بده يكون على الفواصل اف التي احداثياتها اكس صفر زائد سي فاصل واي صفر. الاكس صفر ناقص اربعة، هاي هي ناقص اربعة زائد جذر 13 فاصل ناقص 2 الفتحة اكس صفر ناقص سي فاصل واي صفر ناقص اربعة ناقص جذر 13 فاصل ناقص 2 الذروتين A التي احداثياتها x صفر زائد A فاصل y صفر. شوف ال x صفر ناقص 4 وزائد 2 x صفر زائد A، انت معي؟ ناقص 4 زائد 2 ناقص ال y صفر ناقص 2 A فتحة x صفر ناقص A ناقص 4 ناقص 2 يساوي ناقص 6، نعم ال y صفر يساوي ناقص 2. الذروتين مرافقتين لانه ال يوازي او اكس، الذره المرافقه راح تكون الشاقوليات بي التي احداثياتها اكس صفر فاصل واي صفر زائد بي ناقص 4 فاصل، شوف ناقص 2 زائد 3. انا حطيت بهذه الوضعيه مشان بدك تعوض هون تلاقيهم قدامك واضحات وضوح الشمس. ناقص 2 زائد 3 يساوي الواحد بفتح اكس صفر فاصل واي صفر ناقص بي ناقص 4 فاصل، ناقص 2 ناقص 3 يساوي ناقص 5. بيجي للرسمة المركز ناقص 4 ناقص 2 هذا أو فتحة الذرة في عندك A ناقص 2 فاصل ناقص 2 إكساتها ناقص 2 ولا ناقص 2 A فتحة ناقص 6 فاصل ناقص 2 هاي الـ A وهاي الـ A فتحة الـ B ناقص 4 فاصل 1 إكساتها ناقص 4 وياتها 1، نعم إكساتها ناقص 4 وياتها 1، البي فتحة إكساتها ناقص 4 وياتها ناقص 5. رسمت المستطيل بمر من الذرة الأربعة، رسمت القطرين، مددت القطرين، حصلت على مقاربي القطاع الزائد. باعتبار L يوازي OX معناته ذرة القطع الذرة الحقيقية مينون هما الA والA فتحة. لاحظ من هون اخذ مستقيم مقارب، من هون كذلك الامر مستقيم مقارب، من هون خط منحني بياخذ هذا المستقيم مقارب، ومن هون خط منحني ياخذ هذا المستقيم مقارب، لذلك اكون قد حصلت على فرعيه قطع الزائد.